اوكي انا بتكلم. مكان هذا مكانكم، والوقت اللي بتحكون فيه هذا وقتكم انتم، والحكي اللي بتقولونه بتم بيني وبينكم، ما حد راح يعرفه، ما راح يطلع برا، وانا بكون محايد لا معاها ولا معك. وانت اللي جابرك تسمع كلام الناس ومشاكلهم؟ هذا شغلي الله يسلمك. انا مستمع جيد، والناس تيجي تشتكي لي وتقول لي مشاكلها وانا القى لها حل. شلون اقدر اخدمكم؟ مين اللي قال لك ان عندنا مشاكل؟ على شاين؟ انا؟ اي قولي لي صاير. زيد يبينا عقب كل هالعمر نتطلق. انا ما قلت نتطلق. ما قلت بس حسيت انك بتقول. حست. شو الاحساس اللي تحسه الهوى من وين؟ انسانه ماشي على الاحساس، انا شلون بتفاهم وياها؟ شلون بتفاهم مع شخص ما يمشي على الوقائع؟ بس هذا احساسها ما نقدر نمنعها تحس. وانت معاها ولا معاي؟ بشنو حضرتك؟ فواز، بفواز. والله ونعم بفواز. فواز انا ماني ضدك. انا محايد. بعدين اللي عرفته انك انت ما كنت حابتي اشوفك انت اكثر واحد قاعد تتكلم. اي دكتور زيد ما يحب يسمع الا حق روحه. على اساس انت اللي تسمعين حق غيرك. ناسي ايش سويت الصبح. سويت الصبح؟ بيض عيون. تتطلقون عشان بيض عيون؟ لا لا لا. الموضوع كلش مو كذي.